حكيت على الكاميرا. وهذه الروضات تشمل أطفال الشهداء خاصة مع الأطفال النازحين، والقائمين عليه هم نساء شهداء، والروضة هدفها تربوي تعليمي ترفيهي. عندنا برنامج خاص بيبدأ الروضة من الساعة 8، نبدأ الحصة الأولى بالنشاط الديني، هو هدف تحفيظ قرآن إضافة إلى بعض الأحاديث والسلوكيات الدينية. أنشطة صفية وأنشطة لا صفية، هدفها كلها ترفيه الطفل. عندنا شروط للعاملين في الروضة، طبعا بعد الشهادة الجامعية، إضافة إلى أنها زوجة شهيد، وأيضا بعض الشهادات يعني أنه يكون لها خبرة. هذا كله من شأن ترفيع مستوى التعليمي للروضة.